طيب يا ربا القرفة صديقة الشتاء بعرف كثير بحسها يعني بتلبق للشتاء وفي كثير اكلات بنحط لها قرفة وهلا بسكوت بالقرفة بسكوت بالقرفة كل بسكوت لا وهلا بما انه اليوم الحمد لله اليوم بلشت هيك تصير الاجواء شتوية فالناس رح ترجع على السحلة بنحط عليه قرفة في القرفة المغلية كثير بحبها بحط عليها شوي مكسرات كثير مفيدة على فكرة زاكي. هلا بس نحكي على فوائد القرفة بنرجع بنحكي عن مشروب بدنا نحكي عن اشياء بالضبط هاي اشياء بنقدر نستعملها بالشتاء القرفة في قرفة عيدان في ناس بحبوا يحطوا بسلق اللحمة والدجاج لحتى ما يكون اللون المرأة تتغير وفي عنا القرفة المطحونة اللي بنستعملها زي ما حكينا بالحلويات نستعملها حتى في الطبيخ بالرز كتير أساسي طبعاً هلا الفرق القرفة العيدان هلا هي الفرق بتساعد بالصلاحية أكثر هلا نكهة القرفة المطحونة أكيد بتكونها أقوى بس القرفة العيدان صلاحيتها أطول لأنها بتكون بهذا الشكل ففي ناس طبعاً بيكون مقطعها وفي ناس بيخليها زي ما هي هيك كاملة فبتعطي نكهة كتير طيبة للأكل وإلها فوائد غذائية هلا العيدان بتقدري تحفظيها لفترة كتير أطول من المطحونة هلا عادة البهارات بتقعد من سنة لسنتين بس يعني يفضل استهلاكها خلال أول سنة والناس اللي بيستخدموا القرفة كتير أصلاً ما بيلحقوا عليها بتقعد كميات كتير كبيرة صح. بس تقعد لسنتين بس تفقد النكهة اللي بتنقيها لما بالضبط هلا القرفة العيدان زي ما حكيتي بنقدر نستخدمها بنقع اللحمه والدجاج للسلق اللحمه والدجاج للشوربات للمشروبات بنقدر نستخدم فيها ننقعها ونستخدم العجين اكيد بالحلو الكراميل والجوز فوق يا عيني والكريمه للتزيين انا بحس حتى للتزيين طبعا خاصه هاي اللي بتكون شكلها ملفوفه لف كثير حلوه بعدين احنا بنحبها كاخصائيين تغذيه للوصفات الحلوه لما بدك تخففي السكر لما بدك تخففي السكر او اي مشروب فيه قرفه بتساعدك انه بيعطيك الحريه انه انت بتقدري تخففي من كميه السكر لانه القرفه بتعطي حلاوه كثير كبيره للاطعمه طيب فيها قيمه غذائيه لها قيمه غذائيه القرفه طبعا لها قيمه غذائيه هلا بدنا نشوف فوائدها من ناحيه القيمه الغذائيه والفوائد هلا القرفه هون لخصت انا معظم الاشياء المهمه للقرفه وفوائدها للصحه اول شيء فيها مواد مضاده للاكسده فهذا كثير مهم لانها بتساعد على حمايه الخلايا من الفري راديكلز او المواد الضاره فهذا بيساعدنا كثير ثاني شيء برضه تعتبر مضاده للالتهابات ومضاده للبكتيريا عندنا مفيده جدا لمرضى السكري كثير في دراسات اشارت لتاثير القرفه وبتساعد على خفض نسبه السكر في الدم يعني الاشخاص اللي عندهم ارتفاع في السكر ممكن القرفه تكون من المشروبات انهم بدل ما يشربوا قهوه بدل ما يشربوا شاي شيء بيعطيهم شيء دافي خاصه بالشتاء وبيساعد ببعض الدراسات اشارت انه قد يكون مهم لا تخفض نسبه السكر في الدم حلو وبيحمي الطلق صح صح له دخل صح يعني فعلا في دراسات اثبتت انها ممكن تكون بتساعد على الولاده في بعض الدراسات بس هي دراسات اكثر كانت على مرضى السكري اكثر هي صح يعني بعد الشهر السابع تقريبا او الثامن مش مفروض الحامل تشرب قرفه صح في اذا بدها تولد ما هو لانه الشهر الاخير هم دائما بنصحوها بالتمر لانه بيساعد على الانقباضات والولاده وبقولوا التمر يفضل ما نستخدمه باول 3 أشهر صح لانه كمان في حاجه ثانيه القرفه من الحاجات اللي بتبطئ مفعول الخميره فلو هنستعمل القرفه في العجين هاي اول مره بعرفها زي الملح يعني زي الملح لو هنستعمل القرفه في العجاين يفضل ان احنا نحطها في اخر مرحله عجن حلو يعني السكر بتحفز الخميره القرفه بتنيم العجين الخميره حلو هاي معلومه طبخيه طبخيه عجائنيه طيب ربا في كمان مفيد لمرضى القلب واللي عندهم مشاكل كمان ببعض دراسات أشارت أنه قد يساعد في التقليل من الكوليسترول الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بس ما بتنحف لا ما لا ما لا لا بس نحط تحت خط يعني هلا بفهموكي غلط لا 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 بتساعد في خفض الدهنيات طبعا كله ضمن نظام غذائي مش معقول واحد ياكل صحن حلو يقول لك اشرب قرفه بنزل السكر لا مش منطق هي دائما هاي النصائح اللي احنا بنحكيها دائما لازم تكون ضمن نظام غذائي صحي سليم. هاي الاشياء اللي احنا بندخلها بتساعد كثير بنقدر نحكي تعزيز النظام الغذائي 100% هاي فوائدها ولا في فوائد كمان ثانيه هاي اهم فوائدها الفوائد الموجوده
فيها نسبه من الفيتامينز قليله، ولكن انه هاي اكثر شيء تاثيرها، خاصه طعم الحلاوه اللي فيه قد ايه بيساعدنا في الحلويات، وبالاشخاص اللي بيعملوا حميات انه يغني شوي عن موضوع القرفه. طيب هل فيها سعرات حراريه؟ لا، شيء لا يذكر البهارات يعني. والهي شيء ما في شيء يا دوب ما فيه أوكي. كميه كثير كبيره. طيب اذا نتحدث عن طريقه الحفظ هلا، لانه في عندنا قرفه عيدان انت عم بتقولي انه هي صلاحيتها أطول من لو كانت بودره، بتضلها عندك لفتره اطول. صح، يعني احنا المطحونه يفضل خلال سنه نستخدمها، العيدان تقعد سنتين ممكن. شوي لفتره طويله طبعا. بس المهم بغطاء محكم الاغلاق، ما يكون في مكان فيه رطوبه او شوب كثير، فهيك بنحفظها لفتره كثير طويله. وفي ناس بحبوا يحطوها بالفريزر هيك، بجهزوا مثلا لنقع الخضره بتكون جاهزه الخلطه، بحطوا مثلا كميه من الورق الغار، كميه من الفلفل الحب والقرفه، والله بصير يحطوها باكياس صغيره بيحطوها، يعني اسهل للستات، او انه يجهزوها ب أوعية صغيرة ويستخدموها. حلو والله، هاي للنقعات للسلق كله هذا بيمشي الحال. أنا بحبها حين. أنا بس بحب يعني بحب نكهتها بالشوربات والمي، سلق الخضرة كمان وسلق الجاج كمان بتعطي نكهة طيبة كتير. بس أنا صرت أفضل أحطها عيدان عن إني أحطها بودرة، لأنه بتغير مرقة اللحمة إيش بيقولوا روحها فيها هيك لونها حلو. أما العيدان بتعطي النكهة، بتقيم الزنخة، بس بضل مش زي ال صح، غير إنها بتغير اللون 100%. بتغير اللون البودرة ما بزبط. طب اذا بدنا نحكي عن استخدامات القرفه وكيف انا ممكن، يعني هلا احنا عم نحكي مشروب القرفه كثير مفيد، صح؟ في ناس بيعملوا قرفه مع زنجبيل فبياخذوا الفائده مضاعفه، والقرفه مع الجوز هلا هذا مهم جدا مهم جدا لمرضى السكري والاشخاص اللي عندهم ارتفاع في الكوليسترول، يعني يكون القرفه معها جوز. هلا عاده اذا بتعملي مشروب زي بسموه الاينر، بتعرفي هلا عم بدور على اسمه. بسموه لا مش بس للسيدات، انا هذا كثير بحبه بالشتاء بعد الولاده. ما بقول لك هلا بتقدري تعمليه، بس هذا المشروب كتير طيب وكتير مفيد. هلا الجوز مفيد جدا للأشخاص اللي عندهم مشاكل قلب أو ارتفاع في الكوليسترول، كمية بسيطة طبعا تكون مطحونة مع القرفة، فأنتي عم تدمجي يعني عم تشربي إشي. أنا بحط جوز هند كمان بطلع ممكن جوز هيك هند بخلطهم كلهم معه بشحي، فإله قيمة غذائية كتير منيحة. يعني إحنا الجوز واللوز، خاصة الجوز كتير كمان عليه أبحاث، المونو أنساتوريتد فاتي أسيد، الدهون الغير مشبعة الأحادية كتير عليها، والأوميجا أبحاث في الأوميجا اللي هو المصادر النباتية، لأنه إحنا أوميجا في من الأسماك وفي من المصدر النباتي، فبرضه إله قيمة غذائية، بس ما تحطوا عليه سكر لأنه في حلاوة. أنا ما حكيت تحط عليه عسل، ممكن معلقة عسل طبعا، يعني بناخذ فايدة أكتر أكيد، خاصة إذا كان عسل طبيعي أو محلي صناعي اللي بيحب الشيء يعني بدون طبيعي. ممكن هلا في مرات عسل بتحسيه زي المخشوق، يعني ما بكون عسل طبيعي، بتحسيه سكر بغشوه، بس مش زي لما تشتري العسل عسل بقطر ما بعرف بكون مش طبيعي. ما بكون العسل كيف بغشوه ما بكون 100% مصدر طبيعي، مش عسل نحي عسل بني ادمين. لا عايزيننا نعرف بيغشوه بايده. طيب هاي بنعملها حلقه خصوصي، انت جيبين لنا ايش المعلومات بالضبط عشان غاده شعبانه تعرف ايش الفرق. طيب بس اخيرا ممكن نضيفه طبعا على السحلب، ممكن أكيد. نضيفه على كثير من الاكلات الشتوي، ام علي مثلا بحط عليها قرفه، يعني هو رفيق ام علي ما بتحطلهاش قرفه. ليه ما بنحط؟ لا ما بتحطلهاش قرفه عن جد؟ لا بس بالطبخ بحس يا غاده كل شيء بيصير. ايوه بس بيصير، بس هي ما بتحطلهاش قرفة قوي يعني. احنا بنحط يعني هي من غير، هي في مصر بتعمل من غير القرفة. والله القرفة دي اضافات بقى. احنا بعمان بنعملها بالقرفة. لا مش كل الناس مش كل الناس والله كل البيوت بيوت كل بيت كل واحد والنكهة اللي بيحبها، بس هي قصدها انه الطريقة الأصلية انه ما بنحط لها قرفة. صح 100%. طيب ربا اذا شكرا لك، استفدنا كثير من فوائد القرفة ومدة الحفظ اكيد للقرفة، زي ما حكينا للبودرة سنة مش اكثر من سنة، اما للعيدان ممكن لحد سنتين بالضبط. طيب شكرا لك، أهلاً نورتينا، كل عام وانت بخير. انت بخير، اهلا اهلا وسهلا.